المخدرات سلمبلين بالطوفة. أنا من الناس المهتدة، من الناس الطوفة، أنا مهتدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسماعيل. فيديو جديد، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. كما سمعتوا مؤخرا، واحد الظاهرة ولات كدور بزاف اللي سميتها واحد مخدر البوفا، او ما يسمى بكوكايين الفقراء، اللي هو عبارة عن بقايا بحال داك التخ ديال الكوكايين، داك الوسخ ديال الكوكايين، كيتباع للفقراء بواحد الثمن اللي هو ديال 50 درهم، والمفعول ديالو كيعطي 15 دقيقة، من بعد كيولي ممكن يتبلى به وكيبغي. اجي نتفرجوا في هاد البنت هادي ونشوفوا التأثير والحالة ديالها فين وصلات، ومن بعد نرجعوا نتناقشوا في هاد الموضوع. كاينه في مديونة بزاف، اكثر يا دابا كلشي كيخدم من مديونة، كاينه في الشيشان هنا عندنا، كاينه بزاف. كانت عندي السلاف، خديت حجره ديال البوفا، خديتها. المهم بدون ذكر اسماء، المهم خديتها. لا مريم، خديتها ضربها معايا. هذا اللي هرسني دابا من يدي، انا ما كانتش عندي القرعه. العيبي اسم ديالو سفيان. ما عليناش، انا ما عنديش القرعه. حنايا اصلا في لاله مريم كاينه واحد الجرده، صافي بريك ضربها معايا، هو كان باغي غير ضربه. انا عطيته ضربها معايا كامله، عاود بقات عندي 4000. عاود عاجاني خديت حجره اخرى، عاود عاجاني هي ضربها معايا، يعني بقات عندي 100 درهم فيكس. الحجرة الثالثة بقات في ايدي، بقى هو تابعني كيقول لي اعطيني ضربة. انا قلت لي سافر ضربتي معايا، يعني انا راه عطيتك. انا راه ملي ما كيكونش عندي كيكون عندهم هما، ما يعطيونيش. تفرتي جا ما يعطيهاش لي، يعني بالنسبة لك انت دري، انا راه عطيتك وانا درية. وبقى انا بقيت دايرها هكا في كلينيكس. هذيك الحجرة الثالثة بقى هو حاضر لي ايدي بحال هكا، ويقول لي اري ديك القرعة. مع غنمطي ليه القرعه بحال هكا، مع غادي الويلي يدي بحال هكا، بقى لا ويلي بالعنف. انا بقيت شاده الحجره بحال هكا مزيره عليها، على قد ما انا مزيره عليها، على قد ما هو كيلويلي يدي، كيلويلي يدي. صافي تحسيت بشاجه دارت طك، صافي حسيت بيدي، حسيت بالبروده، حسيت براسي غنغيب. صافي هو منين خدا الحجره حررها، دارها في جيبو، ويبقى يقول لهم اللي ضربته النفس عليها يجي ندير لي. بقى كيقول لي انا عندي البلانات، غادي نهبطك معايا للحبس، انا ما عندك ما تصوري مني. هو اصلا عنده مرتو، تقدر تخرج ليه في مرتو، تقدر تخرج ليه في ولادو، وحشوم عليا كاع يدير ليا بحال هكا. انا دابا ملي نمشي في لاله مريم حدا الجامع، حدا الجرده بالضبط، انا مبليه. انا سببي في البليه، سببي غير دريه بنت دربنا، فهمتي؟ كنتش كنديرها، ما كنتش اصلا كنعرف اشنا هي هاد البوبه هادي. المره الاولى ما كنتش مبليه بها، كانت غير بحال درتها بحال ما درتهاش. ولكن ملي دخلت ليا مع الدم، ملي ولات كتشدني الخطعه ديالها، صافي هي ملي وليت كنضطر انا نشريها، حيت دابا هي اللي خايف فيها. هي ملي يولي بنادم يشريها من جيبو، صافي حدك حد شريها من جيبك، عرف بان البليه دخلات معاك. غير هكاك، فهمتي؟ غير هكا الا جابتها البركه، الا جابتها العراضه. اما ملي كتولي مضطر انك انت تشريها وهي اللي فيها خايب، ماشي بحال دابا هكا كتشري حجره صافي، هي كتضربها، وفاش كتقاده كتشد هذيك الهستيريا ديالها، كتبغي تعاود تزيد تضرب وتعاود تزيد تضرب، يعني تقدر تبيع لي قدام كل من موراك. انا كنت كنتقطع، كنت كنبقى لاصقه حدا البزنس، نقدر نبكي، نقدر نطلب، نقدر نخرج مع، ولكن باش توصل معايا المرحلة أن بحالك بنادم اللي كيتعامل معايا أنني ندي ليه ديالو، ولا نضربو ولا نعاتبو، هادي راه كيتسمى. أش مبقى فيا دابا؟ مبقاتش فيا إيدي، مبقاتش فيا حكرني تعدى عليا، وماشي شي واحد اللي براني ولا هادشي كان خاصو يديرو مع شي وحدة أخرى. أنا درت شكاية وعطيتهم التصويرة ديالو، وهما ضروري ما غياخدو ليا حقي. هادشي أنا دابا مهرس، أنا خاصني الحديد. انا دابا ما درتش العمليه الحديد الايدي، بقاش ايدي هكا. انا دابا حاليا مع هاد السيده، حيت الا بغيت نمشي لدار مرش طيبه، كاينه بنتي وكاينين الدار، وعارفين الدار بليا، يعني كلشي غادي يرد ليا. انا اللومه حيت اصلا عيو معايا قبل ما نتهرس،
ايوا معايا دار، وانا دار ماني مكبريني في مكناس، ما عارفينيش بحال هكا مجدان بليا، عارفيني مجد بخير. يعني دابا الوجه اللي غادي نصوني ليهم ونقول لهم شي حاجه ما يمكنش. كاينين دريات هما مبلياش والله يعفو على الجميع. انا اصلا تبليا كنت غنحيدها، غير جاتني نيت في هاد الهرسه، جاتني نيت باش نحيدها في مره الايفيتير. كاينه في مديونه، كاينه في السوالم، كاينه في سيد الحال، ما عرفتش في الشاطئ. كاينه موجوده هنا في كازا عندنا، كاينه دابا كاينه بزاف هاد البوفه هادي، ولا كلشي كيبيع كلشي. دابا بغيت غير يديا، وبغيت هذا اللي هرسني هاد سوفيا اللايبي، بغيت القانون ياخذ لي حقي. حسيت براسي بحال تحقرت، حيت شكون جاتني من عند شي واحد اخر براني، كون عند شي واحد اخر اللي عندي معاه عداوه وما يبقاش فيه الحال. ولكن ملي جاتني من عنده هو بالضبط، وانا غير كنتعامل معاه، ضروري ما غياخذوا لي حقي. حيت انا ما غنتفاكش، انا ما غاديش نتفاك اخويا. حتى دابا جاتني في ايد، انا دابا كنبغي ندور غير هكا على جنبي كنبكي. الا بغيت دابا حاجه كندخل نمشي للطواليت حيت سروالي مشكل. لا حول ولا قوة الا بالله، هادشي راه ما كيفرحش نهائيا. والشعب ديالنا الا مشى تغرق في هادشي راه كارثة عظمى، كارثة عظمى. هاد الناس راه كيوليو بحال الزومبي، كيوليو انسان، الناس غير طبيعيين. راه كما قلت في الاول ان هاد البوف هادي عندها واحد المفعولية 15 دقيقة، واللي مبلي بها اون فوا كيسحب منها تيخاصها عاوتاني كونسوميها عاوتاني. تخيل تشري ب50 درهم ولا تشري ب100 درهم، شخص كيدير فلوس ولا تشفرج ولا كريساج ولا شحال من حاجة. اذا اولي حتى الامن ديال المواطن ما بقاش الامن، لان غيولي واحد اللي بلي بها خاصو يصوفي راسو، يدبر الفلوس باش يحيد ديك الجعره ديال البلي اللي فيه. المشكل ماشي هنا، مشكل دور الامن فينا هو من هذا المخدر هذا اللي خاصو يمنعو. وكنتمنى ان الامن ديال المجهود ديالو كامل 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 باش اي واحد كيبيع هاد البوف هذا يتعتقل. راه كارثه عظمى، اقسم بالله كارثه عظمى. الاحياء الشعبيه والاحياء اللي فيهم شباب اللي هما نقدروا نقولوا ساهلين الضياع، واللي ضايعين اصلا بسبب ان داك التفكك الاسري وقوه الطلاق وجات شي وتشرد، وكاين تزوج مرات ثانيه وجرات لي على ولاد وخرج الزنقه. راه هاد الجيل هذا راه غيتشتت. كما السيده الاولى اللي دوات حتى هي اللي طلقت لها فيديو، تفرجت الفيديو ديالها، قالت لك بان اجوا تفرجوا عندهم في الحي بالليل، راه تشوفوا جيل ضائع وجيل ديال البنات اللي مشى لهم الاعراض ديالهم، الشرف ديالهم، امهات ديال المستقبل مشاو. هادشي ما كيفرحش نهائيا. الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر. هادشي تخلينا البلاد ديالنا صراحه راه غادي يدمر المجتمع ديال بصح، وحنا ما ناقصناش هادشي، لان اللي فينا يكفينا. اصلا ضاغطين، اصلا كتقبل اصلا الشمكر برا، وتزيد لهاد المخدر هذا اللي هو واحد الثمن اللي كيوصل للهلوسه، وكيوصل لبنادم واحد الحاله اللي ما عرفتش غيقدر يقتلو وما يحسش. والله تيقدر يقتلو وما يحسش بالله. غيقتل والديه، غيقتل خوتو، غيقتل جداتو، جدو، جيرانهم، على قبل ان باش يعاود يتنشوى ويستعمل هذا المخدر هذا. راه خاص هادشي يتقطع من الجذر ديالو. ما حدو بقى منتشرش بزاف. سمعنا هي قالت بان راه كاين في كازا بعدا كامله، وقال انا كنظن ان راه سرحت شي في المغرب كامل. لا حول ولا قوه الا بالله. راه صراحه الله يستر الله يستر الله يستر ولادنا من هادشي. والله الله يستر ولادنا.